لماذا الرقابة الأمريكية على المصارف العراقية أكثر دقة من تلك العراقية على المصارف العراقية؟ يعني ألا يفترض بالجانب العراقي أن يكون على دراية أكبر وأوسع بالتحركات المالية المشبوهة؟ في الواقع يعني منذ أن تم يعني العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي، يعني أصبحت إدارة البنك المركزي تاركة الأمر للجهات التي تراقب المنصة وعملها، فالمنصة أصبحت يعني مرآة يستطيع من خلالها الفدرالي الأمريكي، الخزانة الأمريكية، رؤية التحركات شبه السياسية للميليشيات، للفصائل، للأحزاب، للأشخاص، لرجال الأعمال الذين يتواطؤون لخدمة مصالحهم الشخصية من جهة ومصالح إيران من جهة أخرى. هم هؤلاء رجال الأعمال أو الشخصيات يعني عندما يخدمون الصالح الإيراني فإنما يخدمون أيضا أنفسهم، لأن عملهم يعطي هامشا من الأرباح، هي ليست كلها تعود لهم، ولكن هذه الأرباح تعود جزئيا لهم والجزء الآخر لأسيادهم الذين يقومون بخدمتهم. نعم. الرقابة العراقية أو رقابة المصرف المركزي يعني بحكم عدم تمرسها في هذا الموضوع يعني لم تكن قادرة على أن تكتشف الوسائل التي تقوم بها بعض المصارف الأهلية للتحايل على الإجراءات التي تفرضتها الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي، يعني قد لا يملكون الخبرة الكافية في هذه الرقابة بالقدر الذي يملكها الفدرالي الأمريكي، وبالتالي يقوم هو بمراقبة ومتابعة هذه المصارف. هنالك 8 مصارف مرشحة لأن تنال هذه العقوبات. نعم. أو تفرض عليها عقوبات عدم التعامل، وبالتالي يعني البنك المركزي يحاول بقدر الإمكان أن يصل إلى أسلوب للضغط على المصارف لكي تحترم مصلحة العراق ولا تتعامل بشكل غير مفيد للعراق بمسألة الدولار. يعني اليوم قرأت الخبر مهم، وهو أن المصرف البنك المركزي سحب من المصارف الأهلية رؤوس أموالها، وأصبحت رؤوس الأموال هذه تودع في خزائن البنك المركزي. لذلك يعني الآن يستطيع البنك المركزي أن يسأل أي مصرف من أين لك هذه السيولة الكبيرة. شكرا. لأنه لا يستطيع بعد أن يدعي بأن هذه الأموال هي جزء من السيولة التي تخصه كاحتياطيات أو رأس مال.